مع كاتب عام ديال النقابة الوطنية ديال الكونفدرالية الوطنية. احنا اليوم وقفنا على قبل الطريق المؤديه من فران الحلوى للقنطره اللي كتمتد تقريبا 900 متر وما كاملاش تقريبا حتى واحد المسافه اللي قليله، وتقريبا دابا راه جايين لمده واحد العام ونص. ضروا منا احنا من بزاف د الحوايج، كنضروا منا من السرقه، يعني في هذاك الاحتكاك اللي كيبقى طوموبيل يعني في الاكتضاد كيستغلوا الناس السرقه، كيمشيو لهم تليفونات، كيمشيو لهم بزاف د الحوايج. حنا وقفنا دابا جوج وقفات، وهذه الوقفه الثانيه دابا حنا كنشوفوا ما جا عندنا لا راي الجماعه لا حتى شي واحد. حنا فيما كنوقفوا كيجيو عندنا غير الناس ديال الامن، الناس ديال الامن حنا ما عندنا معاهم حتى شي مشكل كاع، يعني الناس ديال الامن خدمناهم فوق القياس، يعني اللي بزاف كاع، يعني وما لحد الان ما بالينا حتى شي مسؤول ديال شي شركه لا رئيس ديال الجماعه لا اللي مكلف بهذا الطريق لا حتى شي حاجه. الطريق خدام، المطالب ديالنا هي ان تصاوب لنا الطريق ولا يفتحوا لنا شي طريق اخرى اللي نقدروا نسلكوا منه لجهه اخرى. دابا الطريق مسدودين من جوج، مسدود الطريق ديال السالميه والطريقه هي ديال الهراويين، الطريقه هي اللي كتخرج من هنا لفران الحلوى حتى هي مسدوده، الطريقه ديالها ما كافياش، الناس راه كيدوزوا من الناس اللي كيمشيو لومبيلونس، الطريق كدير الروضه، الطريق كدير برشيد، كدير السطات، كدير مراكش، الطريق كدي طريق وطنيه اللي رئيسيه اللي الناس معوله عليها يوميا خاصها تدوز منها، وهما الناس لحد الان دابا راه طالعه في عامين لحد الان باقا ما تصاوبت منا حتى شي حاجه. من الرحيم معكم سائق مهني، بدوري نزكي الكلام اللي قالوا الاخ ديالي والمناضل معايا بالنسبه للمنطقه ديال الهراويين. ما يمكن لنا الا نحتجوا على الناس المسؤولين بان الطريق هذه اللي نساونا فيها وكنحسبوها احنا حقره وكنحسبوا احنا لا مسؤوليه بالنسبه لهذه المنطقه، هذه المنطقه ديال فران الحلوى وديال المنطقه ديال الهراويين بانها كتعاني من الحقره ديال الناس مسؤولين، لانهم الطريق هذه ناضوا رونوها وفتحوها وما كملوهاش لينا. احنا عندنا سيارات جداد كلها دقدقناها، اش المعلوم اش المعمول وشكون المعوض؟ كاينه حاله اخرى، هاد الناس ملي بغاو يحبسوا الطريق علاش ما عطاوناش البديل؟ هذا هو اللي بغينا، علاش ما عطاوناش البديل؟ الكلام اللي غادي اللي بغي نزكي به هو وهو احنا كنطالبوا بالسلطات اللي معنيه بالامر بالنسبه للطريق هذه باش دير معنا حل وهو جذري، لاننا احنا مضرورين بالدرجه الاولى سائقين المهنيين ديال المنطقه ديال الهراوي.